إصابة ويجز في حادث سير ونقله للمستشفى. الخبر بيقول تعرض مغني الراب ويجز لحادث أثناء قيادة الدراجة النارية ونقل على أثرها للمستشفى. ونشر ويجز صورة من داخل المستشفى عبر حسابه ستوري على حسابه الرسمي انستجرام، وطمأن ويجز جمهوره على حالته الصحية وعلق على الصورة: لا أستطيع التوقف عن قيادة الدراجات النارية، آسف أحبتي لقد تعرضت لحادث. وظهر ويجز في الصورة مبتسما وبجانبه الخوذة المستخدمة في قيادة الدراجة النارية، وتبين من الصورة إصابة ويجز في ذراعه.